السلام عليكم يا احلى متتبعين، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم عاود وليت لكم بالفيديو اللي كنت وعدتكم به، فيديو كيكه الثقوب، كيكه رائعه خفيفه اسفنجيه اقتصاديه، وراح تفرح عائلتك واكيد حتى اطفالك راح يفرحوا بها. يعني وصفه جد سهله وبسيطه. نروحوا المقادير. عندنا هنا 2 حبات بيض، عندنا كاس الى ربع سكر، كاس الى ربع حليب، نصف كاس تاع زيت، عندنا ملعقه كبيره كاكاو، عندنا ثاني ملعقه صغيره خل اختياريه، عندنا قرصه ملح وكوبين تاع فارينا، وكيس خميره كيميائيه نقدروا نلحقوا حتى ل 15 غرام. هنايا حطيت البيض ديالي، قلنا 2 حبات بيض. دوكا راح نخدمو غير بيدنا، يعني ما حاجش نستعملو خلاط كهربائي. اللي حبت خلاط كهربائي تقدر تستعملو، يعني ما كاين حتى مشكل. المهم انا حبيت نخدمها هكا باش تعرفوا بلي يعني ماشي لازم حاجه تكبر باش نديرو حاجه تكون مليحه. انا درت قرصه ملح ودرت ضفت السكر العادي، درت هنا الفانيلا اكيد، ونضيفوا الزيت. وهاد الكيكه راح تجي خفيفه، يعني القوام ديالها راح يجي خفيف. انا ضفت الحليب، نضيف ملعقه الكاكاو هادي، ونقعدوا نخفقوا فيها حتى يذوب كامل هذاك الكاكاو، ونضيفوا الفارينة. فارينا نضيفوها مع الخميره الكيميائيه. حنضيف لهنا الكوب الاول. انا الفارينا كنت غربلتها، يعني منخوله من قبل. انا نضيفو الخميره الكيميائيه، نوصلو الخفق. يعني الكيكه هذه حتجي خفيفه 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 فوق ما تتصوروا. هنا كمل نخفقها كامل. هنا كنت انا يا سخنت الفوق اكيد قبل، نسيت كنت نقولكم يعني قبل ما تبداو كامل شعلوا الفرن ديالكم. الفرن ديالكم لازم تشعلوه على نار درجه حراره مئويه تكون 180 درجه، وتخليوه يسخن مليح يعني على الاقل واحد الربع ساعه قبل العمليه هذه. ومن بعد حكمت هنايا المول ديالي، دهنتو بالزبدة والفارينة. هنا دوك واش ندير، نعمرو في المول الخليط هذا، نعمرو في المول. نبدا نفرغوه كامل، بعدها راح ندخلو للفرن حتى نشوفو طاب من تحت. يعني كي تدخلو اي عود تاع خشب يدخل يخرج ناشف، تعرفوا بلي الكيكه ديالكم راهي طابت. نشعلو لها من الفوق، يعني كيما يقولوا غير قسمه تتحمر من الفوق، يعني باش تتحمر برك تنشف. هذه هي، شتو القوام ديالها، يعني نجي خفيف ماشي ثقيل بزاف. اللي حبت يعني الكيكه تجي عاليه تستعمل القطر تاع المول، يكون اصغر من اللي استعملته انا. هنا نروحو نحضرو، كنا حضرنا ديجا الكراميل. هنايا قلنا كاس الى ربع تاع سكر، عندنا ملعقه صغيره كبيره حوالي 15 غرام تاع زبده، وعندي الفلان. هنا كيما لاحظتوا درت هنايا عندي السكر يذوب، نديروه كراميل. بعد ما يبدا يذوب شويه راح نضيفو له هذيك القطعه تاع الزبده كما راكم تشوفوا. دوك هنا بعد ما دابلي راح نضيف له انا قطعه الزبده، وتاكدوا يكون يعني السكر ديالكم داب كامل، يعني خلوه نقصوا لها الحراره، درجه الحراره باش تضيفوا الزبده وحتى الفلان، يعني باش ما انه راح يكون بارد على الكراميل. الكراميل يسخن بزاف. فوالا دوكا هاكا نحركوها حتى تذوب هذيك القطعه تاع الزبده. فوالا
نضيفوا الكراميل ونخلو حتى يذوب مليح. هذه نقعد نوصلوا الخفق، يعني حاولوا تخفقوا بسرعه هكذا حتى يذوب لكم، ودرجة الفرن تكون يعني ناقصة شوية. هكذا نخلو حتى يذوب مليح، تأكدوا بلي هادوك يعني القطع تاع الفرن يكونوا ذابوا كامل. يا لو شاهدت فيا اول مره ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس هكا باش يلحقوا جديد ديالنا، وما تنساونيش باللايك، اللايك راح يعني يدعم القناه هكا باش نوصلوا في المسيره تاعنا. هنايا بعد ما كانت ناض يعني خلاص خرجت الكيكه ديالي عفوا حنضي نتقبها، انايا حكمت هنا حلال صغير نتقبها به، ولا اي اداه اللي عندكم نتوما تقدروا ديروا بها استعملوها. يعني انا هذه هي الاداه اللي كانت تساعدتني، عملت بها ثقوب. دوك في هذا الثقوب راح ندير الكراميل، نعمروها كامل. يعني هي يستحسن لو كان ديروا المول يكون القدر ديالو اصغر، الكراميل راح يكفيكم. انا يعني كان ما عمرليش فريمون الكيكه ديالي، لانه انا شغل عمرتها بزاف، يعني كبيره القطر ديالو كبير بزاف. هذه هي كملتها كامل، يعني الكراميل جا ما شاء الله بنين. هنايا بالنسبه للكريمه اللي تجي من فوق عندنا 2 كوب حليب، نصف كوب تاع سكر، عندنا 2 ملاعق كبيره مايزينا، وكوب كاكاو، وقطعة زبدة، وتانيت حنضيفو حوالي 100 غرام تاع شوكولا. أنايا هاد الكريمة يعني جاتني محبيتهاش تجي خشينة بزاف، يعني إذا حبيتو تستعملو كمية قليلة في الطبقة أقسمو هاد المكونات، يعني بدل ما تديرو كوبين حليب ديرو كوب واحد وملعقة مايزينا، وتانيت ربع كابس تاع سكر، قطعة زبدة، وشوكولا ديروها حسب الذوق ديالكم، تقدروها تخلوها سون يعني ما حيصرا والو. فوالا هنا بعد ما خليتها فوق النار حتى تقالت، كي تقالت تاني درت قطعة زبدة ونديرو شوكولا دركا وهي سخونة باش تذوب لنا فاسيلمون، شغل بلا ما نذوبوها ولا. هنا دوك بعد ما تبدا تذوب لنا شويه نبداو نحركوها حتى نتاكدوا بلي القوام تاعها يكون يعني يكون خلاص دابت وراهي ما فيها حتى تكتلات. يعني ذوق الشوكولا حيجي تاني تبنين بزاف، يجيب شغل كريم ديسير من الفوق. هادي نقعدوا نحركوها فوالا. هنايا بعد ما كنت خلاص كملت الكريمه ديالي، دوكا نحطها وهي سخونه، يعني ماشي بزاف بزاف، مي نديروها وهي سخونه باش نقدروا نتحكموا في فيها، يعني في السطح نقدروا نملسوها. هذه هي دركاتك. بعد ما نكمل انا راه استعملت الديكور، درت شوكولا غابي ودرت عليه الكراميل من الفوق. وانتم التزيين لكم الاختيار، تقدروا ديروها بالجوز، تقدروا ديروها باللوز، ديروا كيما حبيتوا، يعني التزيين يبقى لكم. هنا استعملت ثاني هذا العقيق شات من فوق، درت لا كولور دوري يعني باش نحسوا بلي كاين حاجه راهي من الفوق يعني مخلفه.
هكذا انايا نكون خلاص لحقت للنهايه. نقسم الكيكه معكم، هي المفروض نخليها تبرد، انا قسمتها سوغ بلاص سي بور سا لي شغل لا كريم كانت ماشي حاكمه راحه، لكن في الاخير درت عملت لكم فيديو بعد ما بردت جات القوام ديالها روعه. هذه هي يعني جات ما شاء الله الكيكه بزاف خفيفه، جات روعه. يعني هنا يفضل تكون شويه بارده، انا هنايا كانت مازالها يعني مازال ما حكمتش راحه الكريمه. فوالا يعني جات هايله، وهذاك الكراميل شغل داب ولا تتبان اون ديغي مشربه. هذه هي نكون انا هنا نكون انا خلاص لحقت معكم للنهايه. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكا باش تلحقوا من جديد ديالنا، وتاني تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم واصدقائكم هكا باش يعني تكبر القناه، وتاني الوصفات يعني يستفادوا بها اكبر عدد من الناس. هكذا نقول لكم خليت لكم خير الخير، دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.